دلوقتي مع مصر جميل جميل وهبه هدينا ان شاء الله دوره عن ازاي ان احنا نعمل انترفيو وازاي نكتب سي في محترم. شكرا. اتفضل. مساء الخير جميعا. اول شيء بحب اتوجه بالشكر للاعضاء الموجودين. شكر خاص بالنسبه للدكتور عبد الرحيم لانه فعلا بلقائي اول مره فيه حسيت انه مربي اصيل. شكر خاص لمكيف المهندسين استاذ احمد ابو الروس لقاء فيه مره ثانيه، كمان بنفس الوقت حسيت انه هو اب وفاضل قبل ما يكون مهندس قائم على نقابه المهندسين الحرفيه. شكر خاص للممثل كليه الهندسه في عم عميد لشبرات، وشكر خاص للاعضاء الموجودين. باسمي كمان واسم الاكاديميه وباسم مدير الاكاديميه استاذ احمد طلعت، مهندس احمد طلعت. شكرا لحضوركم. ما تخافوا مش رح احكي هندسه انا هذا، فبريحكم شوي. زملائي، شغله كثير مهمه رح اذكرها، معلش ممكن انا لانه لهجتي مش مصريه لاني مش من الجنسيه المصريه. فاكيد رح نتخرج او ممكن يكون في خريجين بدنا نلتحق بمجال العمل. هون بلش الجد. خلصت دلعه مثل ما ذكر الدكتور عبد الرحيم، هذا شيء صحيح 1000% مش 100%. خلصت دلعه بدنا نكون جاديين، ولحتى نكون مهندسين ناجحين في عنا خطوات لازم نتبعها. هاي الخطوات ممكن بنحسها انه سهله جدا، بس انا بحب اقول لكم لا، منا سهله ابدا. ما بدنا نخاف لا، بس كيف نلتجئ لهيدي الخطوات لحتى اكون انا مهندس ناجح وفوت بدومين العمل او مجال العمل. سريعا جدا رح افوت بالموضوع من غير مقدمات كثيره. فيني نبه مثل ما قلنا تخرجنا رح يبتدي الجد، بدي التجئ ل الوظيفه او دومين العمل، في شركه، في معمل، في مصنع، في اي مكان ضمن اختصاصك حضرتك او حضرتك كمهندس فحل. سي في ذكرنا عدة مرات كلمة سي في، كلنا بنعرف انه هي يعني السيرة الذاتية، كلمة سي في هي اختصار لكيراكولوم بيتايب، هي كلمة من اصل اللاتين شوي اللفظ مثل ما بنعرف انه غريب لانه هو من اصل اللاتيني، مثل ما بنعرف اللغة الانجليزية وما زالت داخلها عديد وكثر من اللغة اللاتينية وما زلنا نحن نذكر الاحوال معي. السي في شو انا بعني فيه وليش وشو الهدف؟ ليش انا بقدم سي في؟ انا هذا سؤال يمكن بطرحه لنفسي قبل ما ناس ثانيه بتطرحه، وليش بنقدم السي في؟ وانا رح اعطيك اكيد فكره عامه، اكيد مش كثير مفصله، وان شاء الله اذا التحقتوا حضركم في الاكاديميه بتكون المعلومات موجوده عندنا من خلال الدورات اللي نحن نعملها بالتتابع. اكيد الخبراء والمهندسين والاطباء واقسام الموارد البشريه والتنميه البشريه بعضهم لحد الان اكيد في كل دول العالم لم يجمعوا على فورم معين او فورم معين كيف نحن بدنا نكتب السي في. كل دوله تختص بالفورم الخاص فيها، بس لكن ولحد الان وهاللحظه هاي انه دائما عم نكون اب تو ديت، يعني ومفروض انتم تكونوا اب تو ديت يعني بمرجعيتنا تحديث المعلومات كيف لحتى كتابه هذه الامور. الشرق الاوسط بعض الدول منها مش كلهم ودول الخليج يتبعوا السيستم الاوروبي او السيستم الامريكي. عم بقول انجلش كندا يعني لانه نعرف احنا في عنا مقاطعه او هي ستيت في كندا يتكلموا اللغه الفرنسيه هي مقاطعه كيبك، بس انا ذكرت انجلش كندا لانه امريكا واستراليا ونيوزيلندا يتبعوا السيستم الانجليزي. ما عدا عنا بريطانيا المملكه المتحده يو كي يعتمدوا نظام فيهم. مثلا اذا بتروح على امريكا او على كندا مثل ما ذكرت ما بتسمع كلمه سي في ابدا، ما بتسمع، بتسمع كلمتين بس هي بتعني كمان هي السيره الذاتيه اللي هي كلمه ريزيومي. كلمه ريزيومي التي تكتب باللغه الفرنسيه بنحط الاكسنت عليها او الشحطه صغيره او الاكسون اكسنتيدو اكسنتيداف مش حنشرح فيهم كثير. يعني في بعض الطلاب بيمتازوا بصيروا انه عندهم الحيط او بيشوفوها او بينعطى لهم طلب او بينرسل لهم رساله عبر الايميل
خلينا او اكتب او ابعت الريزومي اللي موجود عندك. What is this resume؟ يعني شو هو هذا الريزومي مثلا؟ بصير في عندنا الخير قبل ما نخاف، بس هي قضية تسمية. بس اذا انا بدي اشرحها بقول لك معناتها summary، يعني هو اختصار لمعلومات عنك انت بنسألها بالسي في. سي في كلمة هي عم بقول لك متاحة موجودة في بس المملكة المتحدة. اذا رحنا انجلش كندا او امريكا استراليا او نيوزيلاند، يعني الدول الكبرى التي يتكلموا اللغة الإنجليزية، وعادة نعرف نحن بعام 2013 قليل جدا مش انه نصير نحضر السي في باللغة العربية. صار اغلب الامور عم تتحضر او السي في عم تتحضر باللغة الإنجليزية، نادرا جدا ما بقى عم نشوف. بعض او كثرة من الطلاب من ضمن المهندسين في الرجين ومن ضمن المهندسين في دومين العمل، صراحة فوجئت جدا من بعد ما عملت دورتين من التنمية البشرية والموارد البشرية HRD بالأكاديمية عنا، تفاجأت جدا بالطريقة لأني طلبت منهم السي في الخاص فيهم كيف بدنا نحضر سي في، ومن بعد عرضنا فورمة معينة كيف لا يتحضر السي في. برجع بكرر انه تفاجأت جدا بالطريقة لأقل ما يمكن الخريجين او البوست جراديويت ما بعد الخريجين اللي ما زالوا عم بيتابعوا دراسة او بمجال العمل وعم يتقدموا لوظائف تاني على صعيد عام. هلا انا عم بحكي سي في، ما لح احكي بشكل خاص حضرتكم كمهندس، لا خليني احكي بشكل عام كمهندس درست الهندسة، درست الاداب، درست الطب، anyway مثل ما بدكم بين التسميات. المفاجأة يمكن تعرفوا ليش تفاجأت بالطريقة اللي عم نحضر فيها سيدي. حتى كان المستوى، خليني ما نقول انه مستوى عالمي، مش عم نطلب مستوى عالمي ابدا، بس اقل ما يمكن الفورم اللي انا موجود عندي بالسي في اني اكتب. ما هو السمري هو بيكلم عن نفسي سي في. ليش مثلا انا بدي ابعت سي في؟ اذا هيدا عندنا مثلا سؤال اوكي، حتى الفورم غير المطلوب. والمفاجأة الكبرى اللي انا شفتها من بعض الطلاب، فمنهم خريجين عندي بالقسم كوني كمان انا مسؤول القسم اللغة الانجليزية في الاكاديمي، انه لما انا بدي احكي عن البيرسونال انفورميشن، المعلومات الشخصية عن ذاتي انا الشخصي، انا لقيا موجودة ب at the end of the CV، يعني بنهاية السي في مش ببداية السي في. فهون علامات الاستفهام، لأنه ما عم بيكون في استراتيجية معينة لكتابة هالورقتين two papers only يعني، واللي هو بعض أو أنا منه يمكن نعتبره شيء boring ممل حتى أنا أقعد أكتب سي في. بس هو مفروض، هلا أنا بعطيكم ليش الأهمية كبيرة بالنسبة للسيرة الذاتية. فأنا سألت ليش مثلا كتبت، أنا ما عقبت على الأمور بس كان عندي سؤال، ليش كتبنا معلوماتنا الشخصية بآخر السي في مش بأولها؟ كانت الإجابة والمفاجأة الثانية إنه بعض أساتذة الموارد البشرية وأساتذة التنمية البشرية وأساتذة أخرى تختص بهذا الدومين أعطوهم هيدا السيستم من كتابة السي في. فهو للأسف أنا بقول خطأ جدا. خلال خبرتي وخلال معلوماتي وخلال سفراتي دائما وخلال حياتي اللي انا عشتها في الخارج، انا ما عم بقول انه نكتب بهذه الطريقه، لا، اقل ما يمكن نسبه مئويه، معلش تكون ضئيله، انه اعطي الشيء الكافي انه يرضي هال اتش ار ديبارتمنت، يعني اللي هو اللي بيعمل الانترفيو وبيقيم ما السي في بينبعث لتقييمك انت مقبول الوظيفه ولا لا. سي في ليش ببعته؟ تو بيبرز سمري عني ورقتين. ليش؟ هو كبرودكت، انا لما بكون عندي برودكت منتج معين، طب هالبرودكت انا اشتريته بدي اسوقه، اعمل له ماركتينج تسويق، صح؟ شو بدي اعمل؟ بدي اعلن عنه، صحيح؟ اكيد انت بدك تكون بنفس المرحله، اعلان نفسك اكيد مش حتكون انت كسلعه، لا، بس انت كهيومن بين كانسان لحتى تحصل على الوظيفه مفروض انت تكون مؤهل بمعلوماتك بخلال هالورقتين اللي عم نسبه. هلا عم يمكن تسأل راسكم ليش دائما عم شدد ورقتين؟ هلا بسياق الحديث رح اقول لكم شو السبب.
you know, مثل ما بنعرف إنه في CV يعني you are exist. No CV, you never exist. يعني إذا في موجود CV, أنت موجود. إذا ما في CV, أنت شو. لأجل هذا الأمر بتلاحظ إنه الشركات لما بتطلب أو بتحط الإعلان نحن بدنا CV. بدنا CV معلومات عنا. هلا هاي بالنسبة للتعريف العام. شو المفروض إنه أنا أكتب داخل CV؟ أكيد مش رح أحكي كتير ديتيلز بالتفصيل لأنه ديتيلز كتيري والأسئلة رح تكون كتيري، بس رح أحكي بالمجمل العام لأنه من بعد ما انتهي من قصة CV فعنا شغلة أهم من CV. هلا ما حنقول الانترفيو، معلش أنا بتوجه بالسؤال لألكم، شغلة تطلب إنه أعملها أتاشمنت مع CV، مين بيقدر يجاوبني؟ من الموجودين؟ شغلي انا مفروض اعمل اتاشمنت مع CV. تفضل. شهادات اللي حصل عليها؟ لا جواب خطا. اكيد هيدا رح تذكر الشهادات. هيدا انا اكيد انه يمكن العدد ضئيل جدا ما حيعرف شو انا مفروض ارفق بالCV واللي هي اهم بكثير من CV واللي بتلاحظوا هي الشركات اكثر شيء الكبرى شركات المحترمة نفسها أو المكاتب الهندسية المحترمة نفسها إذا على صعيد هندسي بيطلب هيدي الورقة اللي هي منضيفة مع CV. تفضل. شهادة خبرة؟ لا أبدا مش شهادة الخبرة. تفضل. نعم. رح أعطيكم الإجابة من غير طولي. هي شيء بنسميه الـ covering letter. Letter of application. أكيد ما سمعتوا فيها أبدا. اللي هي تصر بعض الشركات وبعض المكاتب الهندسية على إرفاقها بالCV واللي هي منقول أهم من CV ب20 مرة. وليش؟ لأنه هي بتلخص حالتك who are you مين أنت؟ عبارة عن باراجراف بتكون عبارة عن مقطع بس صياغة هذا المقطع بده يكون بشكل ممتاز. هون تكمن أهمية اللغة الإنجليزية كمهندس، كطبيب، كأستاذ وأي شيء تاني أنت بدك تتخصصه. لأنه نحن كمختصين بـ HR Department وأنا خلال خبرتي باللغة الإنجليزية والتنمية البشرية على سبيل المثال أنا بنصحك إذا ما بتعرف تكتبها لأنه بدها تكون الستركتشر البناء تبع هيدي لأنه إذا كان HR محترف بيحط CV على جنب وبيروح دايركت على شيء اسمه letter of application. ممكن بنشوف بعض الأشياء على النت تعملوا سيرش وتشوفوا الشركات كيف بتعمل advert للوظائف يعني إعلان على الوظائف وأنا أكيد بكون رح تشوفوا إنه هيدي الأمور مثلا وظائف السفارات تدعي sometimes السفارات عندنا لطلب وظائف معينة بيقول لك attach your CV يعني ابعت CV plus letter of application هي بنسميها تغطية عندك لاحظوا التسمية letter of application يعني مثل انت عم بتقدم الطلب بطريقة غير مباشرة من قبل ما يكون في عندك interview مشان هيك اذا ما كنت professional ما خليني نقول معلش professional اذا ما كنت very good بصياغة المقطع لأنه هي عبارة ممكن تكون عن paragraph مش points مثل CV لا لو points مثل CV كنا قلنا it's enough a CV إنه كافي كCV بس هي letter لاحظوا إنه letter رسالة بدك تحكي عن نفسك بشكل مختصر إذا ما كنت good ما تكتبها بس ممكن تكون unlucky تستعين مثلا بناس تاني تكون professional لكتابتها أو ما تكتبها أبدا بس مثل ما سبق وذكرت إنه بعض الشركات تصر بعض المكاتب تصر بعض المدارس تصر إذا كان الـ HR Department Qualified وأنا بحب لكم مش كل الـ HR Departments وللأسف هني Qualified مش بس عنا هون في مصر في دول تاني أيضا لأنه كـ HR Person يعني كإنسان مختص في الموارد والتنمية البشرية بده يدخل علم النفس فيها جدا 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 لأنه ليش؟ لما أنا ببعت CV عم قلت أنه أنا عم بعمل calling to call you to the interview يعني أنا عم بدعيك لتعمل مقابلة شخصية مش بس أني مجرد see your يعني أو شوف شكلك لا هون بيكمن الجد بس كونوا أكيدين مكملين لبعض بشكل 100% 100% هلأ بالنسبة للنقاط
كيف انا بدي حط فورم للسي في رح احكي بشكل سريع قبل ما انتقل بالنسبه للانترفيو اللي هي مثل ما بقول انه الهاجس الاكبر عند المتقدمين للوظيفه وخصوصا الايام هاي دائما الانترفيو خليني اقول 70% عم بتتم باللغه الانجليزيه وهذا شيء صحيح قليل جدا ما عم بتتم باللغه العربيه وخصوصا اذا تقدم المهندس اذا تقدم الطبيب اذا تقدم الاستاذ على شركات اجنبيه والاتش ار ديبارتمنت يتكلموا اللغه الانجليزيه او لا يتكلموا بس مفروض تنعمل انترفيو بهيدي اللغه الفورم هو سهل جدا منه صعب يعني ما ناطري كثير مش هالقصه الكبيره بس اني اعرف شو اكتب يعني المعلومات وشغله كثير ما ولا لا الكم المعين من المعلومات اللي مفروض انا اكتبها بالسي في يعني مش مفروض السي في عندي يكون انا 4-5 بيبرز لا صار هون ممل بورينج فاذا انا اتشار بروفيشنال بعمل له اجنور بالدراور بالجرار انا ما حاقعد اقرا نيوز بيبر عرفتوا هذا الشيء فمفروض انه يكون مختصر قد ما فينا not more than two papers ما يكون اكثر من ولا شيء رح نبتدي بالمعلومات اكيد عندي personal information لما اقول انه personal information معلومات خاصه عندي at least انك تذكر اسمك تاريخ ميلادك nationality معلش مش مشكله حسب انت الشركه اللي عم تقدم عليها اهم شغلتين من personal information لازم تذكرهم ايميلك ورقم تليفونك ليكون في وسيله اتصال بينك وبين الشركه اللي انت مقدم عليها الوظيفه نرجع وننتقل للقسم الثاني هون اختلفت الدول مش بمعنى انه اختلاف بالرأي لا اختلفوا بالفورم وضع الفورم في عندك دول مثلا بتقلك او في بعض منهم دول الشرق الاوسط بتقلك انا المفروض ابتدي بالإديوكيشن لا دول ثانية مثلا في بعض بأوروبا بيقلك لا انا المفروض ابتدي بالإكسبيرينس لانه بعض الـ HR departments بيركز جدا على الإكسبيرينس قبل الإديوكيشن فهيد الأمور صريحة جداً وواضحة جداً ما في إنه نقدر نختلف عليها أبداً تقدر تبتدي بالإديوكيشن بس كرأيي أنا الشخصي أنا بفضل إنك تبتدي بالإديوكيشن شو أنت عندك تحصيلك العلمي وإذا بدنا نبتدي بالإديوكيشن نرجع ننتقل للإكسبيرينس ما عندنا مشكلة إذا ابتدينا فيهم بالعكس بس إديوكيشن وأهم شغلة هذا كمان شفت بعض الفورما بالسي في اللي قدموا لي يوم احد طلابي كان عددهم كبير جدا وهذا الامر اللي نحن اشتغلنا عليه بده يكون عندك من الاحدث للاقدم مهم جدا انه نذكر التواريخ كيف يعني من الاحدث للاقدم انت اخر education حصلت عليه فور اكزامبل هلا انت او مثال انت هلا خريجين حديثين عندك 2013 يعني انت خريج بسنه 2013 بدك تحط 2013 اوكي بدك تذكر انت شو عم تعمل مهم جدا اذا كنت بعدك عم تتمم دراستك ما في مشكله بتحط 2000 2032 present هيدا نحن الاحدث عرفت كيف للاحدث تذكر اختصاصك الجامعه مهم جدا اي فاكولتي انتو اي كليه هندسي كليه طب كليه اداب كليه فنون الى ما هنالك فمهم جدا ممكن يكون في عندك education ثاني انت خالصا قبل اخر education انت بس اهم شيء عندك التسلسل الزمني مهم جدا اذا بيكون في يعني خربطة او ما بعرف انتو شو تقولوا يعني بيكون في انه اشياء غير منظمة بالتسلسل الزمني يعني انت ضعيف يعني انا باخد عنك فكرة اذا بالسي في هيك فكيف بالعمل انتبه كيف بيفكر الـ HR department وانا منه يعني انا بعد هون يعني ما بشتغل HR department اكثر ما بشتغل انجلش بس انا عم بقول لك عم خبرك كيف بيشتغلوا الـ HR department اذا كانوا بروفيشنال هونيك المشكله لانه بيتعاملوا معك نفسيا ما بيتعامل معك عمليا عمليا ببدايه الامر هيدي ما تشوفها عنده بس نفسيا ببدايتها بعدين لما بتصير عندهم بالشركه او بالمكتب او باي مؤسسه بيتعاملوا معك عمليا. هاي نقطه، لما بنروح عندي 2013 ممكن 2011 اهم شيء نذكر اذا كنت جراديويتد اوكي؟ اهم مهم جدا انك تذكر شو عندك الدرجه، جود، فيري جود، اكسلنت، بس ما تشرح كثير، ليه؟
هلا بنرجع لزميلنا اللي قال شهادة الخبرة وقال إنه شهادات تانية، ما أوريدي أنت رح تبرز الدوكيومنتس اللي موجودة معك، فما داعي أنك تشرح كثير، حط رؤوس أقلام الأساسية يعني الأشياء البين أيدياز الموجودة، أنت خريج هاي شغلة، أي كلية، أي جامعة، شو عندك الدرجة؟ أوريدي دوكيومنتس رح ترفقهم أنت بالسي في، أو مش ترفقهم إذا ما طلبوا منك ممكن يشوفوهم بالإنترفيو. ممكن يكون في عندك 1 interview 2 interview or 3 يعني ممكن يكون عندك مره 2 3 حسب البوزيشن تبع الوظيفه. اوكي شغله الثانيه بنروح للاكسبيرينس او بنسميها بروفيشنال اكسبيرينس بروفيشنال اديوكيشن او اديوكيشن اي تسميه انت فيك تحطها شرط انه تكون الصياغه صح. اهم شغله نعتمد على الصياغه صياغه الكلمه حتى لو كنت عم بتحضر السي في باللغه العربيه صياغتك للغة العربية مفروض تكون صحيحة. معلش خليني عقب على شغلة كتير مهمة، مش بمعنى عم نقول لغة إنجليزية ننسى لغتنا العربية، لا، وللأسف مع إني مدرس أنا لغة إنجليزية بس أكيد بتكلم اللغة العربية الفصحى وبشكل ممتاز كمان فما تخاف. للأسف شفت طلاب حتى في اللغة العربية عندهم فيني اقول سيئة بتحضيره لانه في طلاب عطوني سي في باللغة العربية انا ما قلت في مشكلة ابدا فيك تعمل نسخة في اللغة العربية ونسخة في اللغة الانجليزية. اهم شغلة ننتبه على صياغة الكلام ان كان في هاي اللغة وهي اللغة لانه السي في مثل ما قلت لك هو برودكت عنك يعني هو اللي بدي فرج الصورة اللي انت بدك تقدم فيها على الشركة على المصنع او اي مؤسسة انت عم تتقدم فيها يعني هو الواجهة الأساسي يعني الرابط قبل ما تروح على الانترفيو لاحظوا لكلمة بليز الرابط الأساسي اللي حيكون بين الديبارتمنت عندهم وبينك أول شغلة هي السي في يعني هو بدل عنك هو أريو مين أنت. بنروح للإكسبيرينس مثل ما سبق وذكرت كمان الإكسبيرينس هي بتنحط حسب التسلسل الزمني نفس الإديوكيشن من الأحدث للأقدم لأنه ممكن أنت تكون تقدمت على كذا وظيفة اشتغلت بكذا وظيفة أو بكذا مهنة ما فيش مشكلة المهم أن يكون في عندك تسلسل كمان للجدول الزمني للإكسبيرينس تبعك. أوكي كمان من الأحدث للأقدم كيف تنحط الوظائف أنه أنا كيف اشتغلت بهذه الوظيفة أو بهي الوظيفة تذكر أنت اشتغلت بأي دومين بأي شركة بس ما نحكي كتير ما نوسع كتير لانه بحب اقول شغله كثير مهمه الاتش ار بيرسون يعني هو اللي بيعمل المختص لدراسه طلبك ما عنده وقت بيكون ليقرا كثير انتبهتوا كيف؟ ما عنده وقت ليقرا كثير لانه مش انت بس الوحيد اللي بتقدم على الوظيفه لانه كم هائل من الملفات والفايلات والسي فيات اللي بتكون متقدمه فمشان هيك بدنا نكون مختصرين عندنا السامري ليش سموه ريزيومي؟ لانه هي كلمه summary اذا بدي ارجع لكلمه سي في اللاتينيه كلمه curriculum vitae اذا بدي افسرها بالانجلش معناتها the course of life هو كورس الحياه what did you do in your life يعني انت شو عملت بحياتك اللي هن انت بدك تذكرهم بالسي في لاحظ الربط كيف صار واذا ما كنت افكارك مترابطه رح يصير في شويه ضياع بالمعلومات يعني عندك bad impression يعني انطباع مش كثير حلو عند الناس اللي عم بقول عنهم ناس بيكونوا كواليفايد بالديبارتمنت عندهم يعني عندهم كفاءه لتقييم الموظف اللي عم يتقدم بالوظيفه انتبهتوا على هاي النقطه هاي بالنسبه للاكسبيرينس من بعد الاكسبيرينس صار جدا بدنا نذكر شيء اسمه كمان في نحط وحده قبل وحده ما في مشكله حسب الدوله كيف بتتبع هي سكيلز او من بعد الانترست أو بحط interest أو عندي skill ورا بس على الأرجح الأغلب وما في مشكلة أبداً بنحط لي skills يعني المهارات شو يعني كلمة skills؟ مين بيعطيني مثلاً إنه أنا شو بذكر أحد المهارات skills موجودة عندي بالسي في؟ مين بحب يقول لي؟ skills أهم تو skills اللي المفروض الشخص إنه يعرفه مهما كان عنده شهادات عالية هلا عم نحكي بوقتنا هلا وقتنا الحاضر تو سكيلز هني اهم شيء اثبت انه انت مهندس كواليفايد يعني انت مهندس يكون عندك كفاءه لا
لأنه مثل في مثل بقول المكتوب نقرا من عنوانه نسمع يمكن هذا الشيء. فأنت السبي هذا رح يكون نقطة عنك، هاي أنا كثير بنوه عنه. سكيلز هي أكثر شيء عند الكمبيوتر، بدك تذكر بالنسبة لسكيلز عندك كمبيوتر شو بتعرف بالكمبيوتر؟ CDL أو أي مهارة تانية، ويندوز، وورد، فوتوشوب، باوربوينت، إتسترا إتسترا، إلى ما هنالك يعني. اللغة الإنجليزية، أوكي، بلس بدك تذكر لغتك العربية. مهم جدا يمكن أن تكون عم تتقدم على سفارة، هذه السفارة هي سفارة أجنبية، فبهمهم جدا أنت اللغة أنك تتكلم اللغة العربية. مهم جدا، مش بمعنى استثنية، لا، بتحط الإنجليش، ونفترض أنت بتحكي إنجليش، بدك تحط written, reading, وسبيكينج، انك بدك تكون تعرف تقراها وتكتبها وتتكلمها تحكيها تعمل كوميونيكيشن فيها. بدك تذكر وتقول الدرجه جود فير يعني مين وسط اقل من الوسط مفروض. تعرف لغات ثانيه جيد جدا ممتاز انك كمان تذكرها، اللغه الفرنسيه، اللغه الالمانيه والى ما من اللغه العربيه ايضا لما تذكرها. حتى لو انت انسان لغتك النيتف يعني الام العربي بدك تحط كمان speaking, writing و communication يعني كمان نفس الشيء انه جيد وسط متوسط لانه مش الكل مثلا ملمين في الاملاء، مش الكل ملمين في اللغه العربيه الفصحى والى ما هنالك. هيدي بالنسبه للسكيلز. شو عندك سكيلز ثانيه مفروض كمان تذكرها؟ لاحظوا في بعض الدول كثير بتشدد على شيء اسمه driver license اللي هي بحطوه من ضمن السكيلز، يعني هو دفتر السواقه اللي هي driving بحطوه من اهميات السكيلز انه انت حاصل على driving license يعني هو رخصه القياده. فهذا حافز ليخلي الديبارتمنت اللي بده يعمل معك انترفيو والله عنده driver license. هي شغله كثير مهمه تاخذ انت عليها بونت. بعض الدول لا ما عندهم مشكله ابدا. من شان هيك بنلاحظ لما بتحصل انت او في بعض الاشخاص اللي بيحصلوا على وظيفه بيقول لك اوكي نحن كنا بنتمنى انك تسوق، اوكي بنعطيك مجال ثلاث شهور انك تتعلم السواقه، تحصل على رخصه قياده او رخصه سواقه، وبعدين فيك ترجع لعنا. اللغه نفس الشيء، اوكي انت كواليفايد، بس بينقصك اللغه الانجليزيه ونحن بحاجه لها. وللاسف ممكن نعطيك مجال كمان انه تاخذ دورات او خلال عملك معنا تاخذ دورات، بس ما كثير بحبزوها. غير شخص لما بيكون ready جاهز لهيدي الامور. لما بتكون انت ready يعني البوينتس عندك اعلى صارت من اشخاص تاني. هون بتتم الايفالويشن يعني التقييم بالنسبه للسي في او بالنسبه للمتقدم على الوظيفه. هاي على صعيد السكيلز. لاحظ بعض الدول كثير بتنبه ممكن انت اشتغلت ببعض الفترات جايد تور يعني كدليل سياحي لبعض الدول وبعض الهيئات، هي دافع جيد جدا بالنسبه لتحطها كدعم بسيط. بس ما نحط الاشياء الصغيره، بس نحط الاساسيات في السكيلز، حتى ما يصير في عندي كلام كثير ويصير في عندي طول شرح بالسي في لانه بصير يتعدى ورقتين وثلاث ورقات الى ما هنالك. من بعد الانترست، انت شو بتحب كشخص؟ كمان هيدي الشركه، هيدا المكتب، شركه هندسه، اي كان ما يكون من المهن. اوكي بحبوا يعرفوا انت شو عندك اندرس، انت بتحب الرياضه، انت بتحب الرياضه، كامبينج، اي شغله من هالشغلات. مهم جدا كمان انه عندك نشاطات رياضيه، الشركه اللي كنت تشتغل فيها قبل كان عندك نشاطات رياضيه لانه مش خطا ابدا. هيدي حافز بتخليك كمان لحتى يكون في عندك دعم للسي في. برايكم انتهى السي في؟ في بعض المعلومات انه هلا انا بتوجه بسؤال لكم. في بعض معلومة واحدة مفروض جدا واللي هاي ابدا ما شفتها بالطلاب اللي اعطوني سيبيات انه تنذكر. انا بدي اكيد بعض الطلاب الثانيين يكونوا بيعرفوها، بس انا لحد الان الطلاب اللي عم يعملوا كوميونيكيشن معي 90% ما انذكرت هيدي النقطة، وهي نقطة جدا بخلال الاسئلة. حدا عنده فكرة عنها شو راح تكون؟ تفضل. ممكن الريفرنس؟ الريفرنس اكزاكتلي. بعطيك درجة. هي المرجعية وهي شغلة كثير مهمة. بعض الطلاب او الخريجين او الاشياء الثانية ما بيذكروها ريفرنس، مرجعية يعني معنى ريفرنس. طيب انا بكون عندي شهادة واخذ ممتاز واخذ اقل ما يكون بعرف اي شيء. طيب انا الشركة اذا كانت ملمة وعندها قيادة قوية جدا فمفروض تعرف مين انا،
on a good person or a bad person. بدهم يسألوا عني. منشان هيك أقل ما يمكن نذكر أسماء ثلاث أشخاص. في يكون الاسم فردي، في يكون الاسم عبارة عن شركة اللي أنت كنت تشتغل فيها قبل أو مكتب أو عند مهندس أو أي ما يمكن وعلاقتك فيه جيد جدا، فيك تذكر اسمه، فيك تذكر اسم الشركة، وأتليست إنه رقم تليفونه وعنوانه إذا بده يتم الاتصال فيه. بس المفروض يكونوا هني مش أكثر من ثلاث أشخاص وما يكونوا أقل من اثنين. واحد أكيد مش كثير منيح، أتليست يعني المينيموم يكونوا ثلاث أشخاص أو ثلاث تسميات بدلوا عنك أو لنسألوا عنك. أكيد ما فيك تحط اسم الأخ، الأخت، العم، يعني كل شيء من أصولك، يعني الأصول يعني الريلاتيف الأقارب بس بيكونوا من الأصول ما فيك تحطهم. فرنس إتس أوكي، يعني الأصدقاء فينا نذكرهم بأي شكل ممكن. هذا الفورم بشكل عام بالنسبة للسيفي. سهل جدا يعني كل ما قلت لكم نوت بيج ديل أت أول، بس إني أعرف كيف حطه. أكيد المجمل العام ديكوريشنز ما ديكوريشنز الأسماء فضل شغلة كثير مهمة لما نحط السي في وخصوصا بالاسم. معلش نستن شوي التايتل، يعني كيف التايتل؟ يعني لقب. أنت كمهندس لما بتحط بيرسونال انفورميشن تحط اسمك مثلا، أنا اسمي جميل وهبي، أوكي أنا دارس الهندسة. معي لا أبدا ما بتفق أنا والمهندسين أبدا. فمعلش نستثني كلمة انجينير جميل وهبي أو أركيتكت جميل وهبي، لا معي معلش اسمحوا لي فيها. خلال خبرتنا أنا عم بعطيكم أكيد ما أنت مهندس طبيعي تحصيل حاصل هيك، بس حط اسمك جميل وهبي فقط لا غير. ما أوريدي أنت مهندس، التايتل أنت موجود عندك، بس بالسي في ما بنحط تايتلز. تايتلز بتكون أكيد لأشخاص تاني، بس أنت عم تتقدم على وظيفة. هيدا كمان أنا سألت في خبراء بنفس الطريقة وشفتهم تعامل بكذا دولة إنه ما بيحطوا التايتل، بس أوريدي هذا التايتل هو فور يو، يعني لما بكون أنت حصلت على الوظيفة التايتل أوريدي لإلك. لا شك. أوكي؟ خلصنا من السي في، مثل ما قلت لكم هو كولينج. يعني they are، يعني في شيء عم يستدعي، قدمت السي في، تم دراسة السي في، بس في شيء ثاني بعد ما انتهى. أوكي؟ وهي وبرجع بقول نادرا جدا نادرا جدا جدا ما يحصل انك بس تتوثق من غير انترفيو. لو كان ممكن انترفيو 5 دقائق 10 دقائق، هذا الهاجس الأكبر. هي مثل ما قلت لكم السي في هو استدعاء لك للانترفيو. انترفيو كمان ما نخاف منها. ما يكون في عندي هاجس انه واو انترفيو. أكثر خوف عن المتقدمين أو عند الطلاب أو هذا الشيء عم نلاحظه لأنه عندنا بالأكاديمي الطالب اللي بيجي يتقدم للغة الإيدوس اللغة الإنجليزية بده يعمل الامتحان التحريري، يعني هو البليسمنت تيست ريتن، بده يعمل من بعدها انترفيو إن إنجلش. وأكيد كل يوم عندي كم من الطلاب، كم من المهندسين، أغلب طلابي عندي بجامعة حلوان، عندي بجامعة القاهرة، وكلهم طلاب عم يدرسوا كمان الهندسة، عم يجوا بيعملوا دورات اللغة الإنجليزية، بس عم لاحظ قديش كانوا مرتاحين بالبليسمنت تيست، بس بالانترفيو قديش هني عم بيكون في عندهم خوف كبير. يعني أنا بحس فيه، قلت لكم لأنه الانترفيور بيشتغل على العامل النفسي، بشوف هالشخص المتقدم للوظيفة كيف قاعد. يعني إذا بدنا نحكي بعد أكثر بالتفاصيل يمكن يو ويل لاف، يعني حتضحك، بس لا إذا كان بروفيشنال ساعتها أنا بعرف إنه أنت مرتاح ولا مش مرتاح. قاعد شوفي شو بدك تقول، أو بتكون تعرف تقول بس لما فتت على الانترفيو بيروح منك كل شيء. هيدا شيء طبيعي، هيدا شيء طبيعي. فمشان هيك بدنا نتدرب على هالأمور، وأكيد على صفحتنا وعلى المعلومات الموجودة عندنا بالسنتر أو بالأكاديمي سوري موجود عندنا كافة المعلومات والعديد وكم من الأسئلة اللي موجودة. شو ممكن الانترفيور يعني اللي عم يعمل لك المقابلة يسألك من أسئلة، بس انتبهوا في البعض منهم بيسألوا أسئلة خارج عن اختصاصك وخارج عن أي شيء أنت بتقدم فيه، يمكن يسألك أسئلة شخصية جدا جدا. هون ندخل مجال الانترفيو. أوكي، لأنه في عندك two sections هون 100% مفروض you should to pass، يعني مفروض انت تعدي عنه تمر عنه خلال الانترفيو. بقية الاشياء بتصير اشياء انك
بشكل كمان مختصر انك انسان قادر for the job. يعني انت قادر تنجز هيدا العمل اللي انت عم تتقدم عليه. والانجاز شغله كثير مهمه. ممكن انا اكون كتب qualified بس مش عم بنجز صح. مثل ما سبق وذكروا انه بيبتدي الجد. يعني الدراسة درسنا ورحنا على الجامعة already إلى ما هنالك بس بده يبتدي الجد. يعني الدلع خلص المزح خلص يعني وابتدينا الجد. كيف تثبت نفسك انت لما بدك تتقدم؟ انه انت عندك قدرة capacity 100%. خليني اقول ببداية 100% لانه you can. يعني انت بتقدر انك تثبت هذا الشيء اللي عم يعمل لك الانترفيو. اكيد ما حيعرفوا منك كل شيء طبعاً لأنه at least the main ideas who are you وقدرتك على الاستيعاب وقدرتك على العطاء بنفس الوقت. يمكن يسأل ليش أنت تقدمت على هاي الوظيفة؟ إذا كنت موظف طب أنت ليش عم تتقدم؟ هذا السؤال يطرح جداً جداً جداً. إن كنت أنت موظف وعم تتقدم لوظيفة جديدة في ناس بتحب تحسن وضعه بتحب تحسن حياتها تتقدم على وظائف يمكن يتقدم على وظيفة تانية ما في مشكلة. بقول لك ليش؟ سؤال هذا سؤال جدا يطرح. ليش انت عم تتقدم على الوظيفة؟ وانت شو قادر تعمل لهذا البوزيشن؟ هون اجابتكم يمكن ما تعرف. اوكي ممكن تختصر الاشياء واكيد الاجابات تتنوع بين شخص وشخص تاني. بس برجع بقول لكم خير الكلام ما قل ودل. كل ما حكينا قليل بس بشكل معبر افضل ما نحكي كثير بشكل غير معبر. هاي مهم جدا بالانترفيو مثل ما قلت لكم ما يكون في عندنا احتكار للكلام لنا. اعطي مجال لحتى يسال. معلش انت ربكم ما تخليه هو يربك بس اكيد نربكم بطريقه بوضع مهذب. يعني يخليه انه عنده محبه ليعرف عنك اكثر. لما بتخليه انه بمحبه ليعرف عنك اكثر فهون انا اكيد 100% انت جذبته هو جذبك بنفس الوقت. اوكي يعني انت حصلت على الوظيفه لانه حس فيك شيء دافع شخصي دافع ذاتي والدوافع الذاتيه مش رح نحكي فيها اليوم واللي هي تثبت قدراتك على عطائك من ضمن الوظيفه اللي هو التحفيز الموتيفيشن. مش المهم اني انا اشتغلت مهندس مش المهم اني اشتغلت تيتشر مش المهم اني اشتغلت دكتور او اي اختصاص ثاني. اوكي وانا بعدني ما زلت بمكان بدي يكون في عندي شيء اسمه سيلف موتيفيشن دافع نفسي. وهذا الدافع النفسي هو بيتعلق من ضمن او نظريات علم النفس اللي بتكون موجوده يعني الشخص كيف يعني انا عندي دافع شخصي لحتى اتقدم على الانترفيو. بس تقطع هيدول تو سكشنز هيدول المرحلتين او القسمين كون اكيد انت عديت الانترفيو. هيدا ممكن يسألك أسئلة عادية جدا. What's your name? Where do you live? الأسئلة البديهية جدا ما فيش مشكلة بس من باب إنه يكون المعلومة صح. شغلي هلأ ذكرتني من نقطة اللي عم بقولها هلأ Be honest. شغلي كثير مهمة بالسي في لما نحطه Be honest يعني باهمي فيها المعلومات اللي بدك تكتبها بالسي في تكون معلومات صحيحة. من السيء جدا انك تذكر معلومات هي مش موجوده عندك. مشان هيك بقول لك في عنوان عريض بي اونست انه يكون عندك اونستي يعني بالعربي مصداقيه صح ساعات مصداقيه بالمعلومات اللي انا بتذكرها. وهي شغله مهمه لانه ممكن المعلومات الموجوده عندك بالسي في يرجع يكررها باسئلته عليك بالانترفيو. ممكن وممكن لا بس على الأرجح في ناس يا بتشوف قديش مصداقيتك وطريقتك بالجواب مرتاح ولا عم ترتبك ولا عم تخترع الأشياء متذكرة ولا مش متذكرة. هيدا عامل كمان أساسي جدا بالنسبة للانترفيو. مثل ما قلنا ممكن تتوقع أسئلة ممكن أسئلة ما تتوقعها أبدا بس أبدا ما نخاف. معلش يكون في عندنا إلمام في اللغة نهتم شوي باللغة. شوي رح ارجع بالنسبة للسي في مثل في عنا فيديو سي في ما بيكون عندي مثلا سي في مكتوب على بيبر sometimes او لظروفك او لحالات معينة ممكن انت تقدم فيديو سي في. اوكي ممكن مستر احمد
رح نشوف كيف طريقة محددة. مثل لما أنت طالب عم تتقدم لدراسة خارج بلدك الأم في أي دولة في العالم، أوكي؟ بس طلب منك أنت تعمل placement test قبل ما تفوت على هذا الاختصاص. طيب أنا كيف بدي أعمل placement test؟ I can't travel، أنا ما فيني إنه سافر. فكيف بيعملوا لك إنه مثل مقابلة أو placement test؟ هلا بتعرف التكنولوجيا عندنا بالنسبة للنت عبر سكايب وعبر أي برامج تانية بيفتحوا معك الكام، أوكي؟ وبيعملوا لك placement test على سكايب. فيديو CV كمان هو فيديو مسجل بيكون تعرض فيه كمان أنت أهمية المعلومات اللي موجودة معنا. ونشوف الطريقة. هلا لاحظوا عندي المام اللي هون طريقة اللبس. هاي شغلة كتير مهمة كمان وبتختلف حسب الدول أو بلدان العالم. ممكن تلبس أنت مثلا كمهندس، مهندس معماري، مهندس مدني أكيد، أو الفايل أو الفورم اللي أنت بتحبه. ما في أي مشكلة أبدا. مثلا أنت في شيء بيختص عندك بالجرافيك أو أنت شيء بالفوتوشوب أو بالباوربوينت أو شيء، فيك تمثل هيدا الأمور أنت بفيديو، يعني أوريدي أنت عم تعرض القدرات الموجودة عندك. هون بتلاحظ، لاحظوا قديش البادي لانجوج كثير مهمة عندي. اللي هي كمان اتش ار بركز عليها. البادي لانجوج يعني الحركات اللي جسترز اللي أنا بقوم فيها كجرافيك، إذا عم تلاحظ You name it, I got it. I worked on a number of فيك تمثلها. هذا كمان بخلي الامور اتراكتد، يعني مور يعني جاذبه اكثر لحصولك على الوظيفه. اكيد المعلومات الاكثر بالنسبه لهدول التو سكشنز اللي مستر احمد عرض لنا اياهم موجودين كمان على صفحاتنا على الويب سايت. ومثل ما قلت لكم يوصول يعني جدا مرحب فيكم لاي سؤال واي معلومات تتوجهوا فيها يا شخصيا لعنا على اكاديمي، وهذا شرف لنا، او تتوجهوا فيها باسئله. نعرف نحن عنا بالاكاديمي كل اختصاص في له مثل جروث، مثلا انا عندي في اللغه الانجليزيه والاتش ار عنا جروث، فبتتوجهوا بالسؤال لإلي وكونوا اكيد الاجابه رح تكون جاهزه وحاضره. فهذا بكون شغلي شرف لنا. فهي بالنسبه لل الأمرين اللي ذكرتهم على اليوم. أكيد أنا ما حكيت ديتايلز كتير، أكيد ديتايلز بعد أكتر، والأسئلة اللي هي كمان بتخلينا أنه لأنه الأمور هي متشعبة، يعني في عندي موضوع رئيسي أنا حكيت بالشكل الرئيسي بس ما فتت كتير بالتشعب لأنه بده شرح أكبر. فشكر لكم وبشكر السادة الموجودين على استماعنا، وانا بقدر هذا الامور. وانا شكر خاص كمان برجع بتوجه فيه لحضره النقيب ولسياده ممثل العميد والاعضاء الموجودين بالنسبه لقبر القاهره في الفرعيه في انكلوبيا. شكر لزملائي المهندسين وبتمنى لكم كل خير. اهلا وسهلا فيكم. في مجال للاسئله للموجودين اذا حدا بحب يسال سؤال. Letter of application يعني هي بنسميها إلى رسمة تاني covering letter. عادة هي بيكون في إلى style محدد، points محددة، يعني لا أقدر أنا أشرحها بشكل أكثر تفصيلي. بيكون في عندي board وماركر لأنا أقدر أفصل لك كيف تعملها. عرفت كيف؟ شفويا بقدر انا اعطيك فيها انه شو بدك تكتب، بس اللي فيني اقول لك انه اذا ما كنت كواليفايد انك تكتبها تفضل ما تكتبها. اذا كانت الصياغه عندك بالانجلش ضعيفه شوي تفضل انك ما تكتبها لانه بتعطي باد امبريشن، لانه هي فيني برجع بذكر لك انه مور امبورتنت ذان ذا سي في. هي سؤالك رح احاول توداي اليوم او بكره نزل
عنا على الجروب بالانجلش لانجويج شيء يختص بالكفرنج لتر يعني او لتر اوف ابلكيشن والشرح عنا وكيفيه كتابته واللي بيشرفنا شخصيا كمان ما عندي مانع اهلا وسهلا فيه. اسئله ثانيه؟ حدا عنده اي سؤال؟ بليز جو اهيد يعني ما نرجع يكون يعني لو هاي الامور انه بسيطه يمكن ما بنقول انه تختص في الهندسي بس هي المفتاح لإلك بليفني صدقوني. سؤال نعم تفضل. بالنسبه لنقطه الريفرنس هل احط في الكونتكست بتاعتهم ولا ما احطهاش او احطها امتى وما احطهاش امتى؟ السؤال المهندس مستر جلال هون عم بيقول بالنسبه للريفرنس انا المفروض انه احط الكونتكست مثل ما قلنا انه كل ما خففت معلومات كل ما كان افضل لإلي يكتفي بالاسم ورقم التليفون فاين اذا حطينا الادرس ما فيش مشكله بس مش اكثر ما نقول شو بيشتغل وين ساكن شو بيعمل نو ابدا بس انه يكون في صله اتصال بهيدا الشخص ممكن يتصلوا فيه عبر عنوانه عباره عن رساله بس مثل ما بنعرف نحن ديز دايز باي فون نكتفي بالاسم نكتفي بالرقم التليفون فاين اذا حطينا العنوان بس اذا كنا عم حطينا اسم شركه لاحظوا اوكي شركه لانه يكون في شويه ريسبكت لانه نحن ما نعرف الكوميونيكيشن وانت كمهندس soft skills لازم تتعب عليها قد ما بتقدر شو نقصد soft skills هيدا اكيد موضوع كتير كبير ذكر يمكن بعض اهميته دكتور عبد الرحيم قال قديش المهندس لازم يكون في عنده soft skills واللي ذكروا ببعض الدول ليش انا هون هيدا اخذوه انا ما اخذوه هون بدك تشتغل على نفسك ان كان تنمي ان كان soft skills واكيد soft skills انا بنعنا بالاكاديمي من خلال دورات اللي عنا بحكي عنا بشكل تفصيلي مش بشكل مختصر على فكرة انت كيف تكون مهندس مجهز مش كمهندس معماري او مدني او كهربائي لا كمان كيف انت بتتعامل كمهندس يعني treatment يعني انت your behaving يعني سلوكك كمهندس اكيد هيدا بيأثر علينا نحن كأشخاص حصولنا على الوظيفه مشان هيك ذكر الدكتور عبد الرحيم انه الدوله كذا الدوله كذا ذكر المملكه العربيه السعوديه ذكر الكويت وبقول لكم انا خصوصا الكويت لانه صار عندهم السيستم تعرفوا امريكان يوروبيان سيستم بخلال الوظائف وخلال هالامور فكمان صاروا يشتغلوا على امور البيهيفينج انت بالنسبه كمهندس مش بس كمعلوماتك كمهندس انا كيف ابني كيف عمل كيف اعمل نو كمان لازم يكملها اوكي كواليفاي انت بالهندسة عندك ديجريز كتير حلوة بس لازم انا كانسان اثبت نفسي كشخص انه بهاي الشركة على هيدا الرقم خلاص كده اوكي هاي بالنسبة للرفيرز ثانك يو سو ماتش لكم وبشكر حضوركم نشكر استاذ دكتور رمضان عبد العزيز وكيل الكليه على استضافته لينا وان شاء الله انتظاركم بقى بعد ما تخلصوا وتطلعوا الكارنيه في النقابه باذن الله تعالى وتبقوا اعضاء فيها ان شاء الله. نختم ان شاء الله.